من أجل تلبية نداء الوطن كلما استدعت الضرورة لذلك، نتمنى للجميع التوفيق في مهامه. بالنسبه لنا حنا كاعضاء جمعيه نصر للتضامن الملكي ومكتري سيارات الاجره والنقل، اصبحنا نتعايش مع هذا الوباء في عملنا اليومي كمهنيا. نعقم سيارات الاجره بالكامل، كلما صعد الزبون الى سياره اجره نبادر برش يديه بالمعقم ونعطيه الكمامه اذا لم يكن يتوفر عليها، وننصحه باتباع شروط السلامه الصحيه حتى يتجنب الوباء ويجنبه لاسرته ومحيطه. ونحن نقوم بهذه المبادرة للتوعية وتوزيع الكمامات بمساهمتنا الفردية. نرجو من الله أن يوفقنا لخدمة بعضنا البعض، وأن نبقى كمجتمع مدني يد في يد لخدمة وطننا. وشكرا. أولا نطلب الله سبحانه وتعالى باش يبعد عنا وباء كورونا وتعود الحياة للطبيعة ديالها إن شاء الله. فيما يخص الحملة التحسيسية اللي كننظموا اليوم حنا أعضاء المكتب المسير لجمعية النصر للتضامن ملاكي مكتري وسائقي سيارة أجرة والمنخرطين برئاسة السيد عبد الحق مؤمن، هذه الحملة التحسيسية ما هي إلا واحدة من سلسلة الحملات التحسيسية اللي نظمنا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات. محمد سيكستو، عاش ملكنا العزيز، عاش الأسرة العلوية الشريفة، الصحراء مغربية وستبقى مغربية، سأضحي بروحي وما عملي من عليها. الله أكبر. عاش ملكنا العزيز، شعاري خالد الله الوطن الملك، عاش ملكنا من طنجة إلى الصحراء المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.